هاي، كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عامة. هالقراءة رح تتحدث عن برج القوس، كيف يعني الأحوال العاطفية لإلك وللشريك، وكذلك رح تتحدث عن الأحوال العامة، رح تتحدث كذلك حتى عن العزاب، رح تشوف شو بخبئ لهم هذا الشهر. وهذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع، وفي إمكانية إنه تكون قراءة كثير، خاصة إذا تكلمنا عن الوضع العاطفي. بالنسبة لك يا برج القوس، عم شوفك كأنه عندك آمال لتحقيق هدف أسمى، ممكن كأنه عندك مثلا هدف أنه تسافر، أنه تجول العالم، عندك هيدا الحلم. عم شوفك كأنه صار لك خسارة أو صار لك خيبة أمل، كأنه عم تحس أنه هذا الحلم شيء شوي صعب أنه تحققه، اوكي؟ او في شيء او في شخص او في شيء يحول بينك وبين تحقيق احلامك. عامة برج القوس شخص بحب الحرية، بحب السفر، بحب الاكتشاف، فهيك انا عم شوفك بحسك انه انت بدك تكتشف شيء معين، وعم شوف في شيء يقف امام هذا الحلم، او ممكن بدك انه تبدا مشروع، تبدا شغل، تبدا شيء. يعني انا عم شوفك شيء تريده بشدة، تبحث عليه، وعم شوفك حتى انه عم تدعي الله لتحقيق هذا الحلم. عم شوفه بالنسبة للشريك، عم شوفه وعم يفكر فيك. هذا الانسان بحبك، ممكن انتم مبتعدين عن بعض لانه عم شوف في طاقة الابتعاد. عم شوفكم وعم شوف للشريك، خاصة الشريك عم شوفه وعم يفكر فيك، عم يفكر بهذا الحب وبهذه طاقة الحب التي كانت بيناتكم. وعم شوفه كذلك على انه هذا الانسان ممكن قال كلام شوي جارح بالنسبة لك، او ممكن كان في شخص كان في نوع من الكبر أكثر بهذه القراءة، أو تكبر عليك، ممكن كان عم يتعامل معك بشكل غير طيب يا برج القوس. عم شوفه كذلك هذا الإنسان يفتقد السعادة من دونك، أوكي؟ هذا الإنسان منه سعيد أبدا، لأنه عم يحس أنه حياته ليست سعيدة لأنه لا يعيش أو لا يكون معك. بالنسبة لإلك عم شوفك مدمر القلب، عم شوفك كأنه تتجه أكثر إلى المضي قدما بحياتك وبمستقبلك بأشيائك الحياتية، وتبتعد عن هذا الإنسان. عم شوفك كذلك ممكن تريد أو تتمنى دائما، ممكن عم تعمل او ممكن عم دائما عم تراقب تليفونك، هل اتصل فيك، هل بعت لك مسج، بتسأل عنه، ممكن عم تراقب لهذا الشخص، بس عم شوفه ممكن منزوي وما عم يعمل ولا خطوة. بالنسبة لإله الامر ممكن للبعض منكم سبب الخلاف كان ممكن الشك والغيرة، وللبعض منكم كذلك كان في مثلا الشريك طلب منكم علاقة جسدية وانتم رفضتوا هذا الامر. عم شوف كذلك على انه ممكن للبعض يكون هذا الانسان حسيتوه شوي نوعا ما صبياني، يعني معاملته معكم كانت صبيانية، ما كان بنفس المقام اللي انتو كنتو حاطينه. عم شوف كذلك على انه كل واحد قاعد ببيته، قاعد يهتم باموره الخاصة. عم شوفكم مبتعدين عن بعض، بس عم شوفه هو يريد الرجعة او يريد بداية جديدة يسعى فيها الى الاستقرار اكثر. عم شوفك يا برج القوس اكثر عم تهتم لعائلتك، لاهتمامك بشكلك اكثر، عم تهتم لعملك وأهدافك، كأنه أهدافك صارت هي الأولوية بحياتك. بالنسبة كذلك لنيتك، عم شوفك كأنه تريد أن يذوق هذا الإنسان نفس الذي ذقته بعد ما هجرك، أوكي؟ أما هو فعم شوفه يريد أن تتصلح الأمور ويرجع هذا الإنسان لحياته، لحياتك، أوكي؟ بس عم شوفه هذا الإنسان ما قادر ياخد خطوة، أوكي؟ ما عامل مقادر ياخد خطوة تجاه الإصلاح. أنا عم شوفه يظهر أنه محتفظ بمشاعره، محتفظ بالأشياء التي تخصه ولا يبوح بها لأحد. ممكن ما رح يعمل خطوة بشهر يونيو إذا أنتم مبتعدين عن بعض، بس عم شوفه أكثر رح يفكر فيك، رح يضل يراقبك من بعيد،
هيدي الطاقة اللي أنا عم شوفها يتجه إليها، أوكي؟ عم شوف كذلك حتى إنه الوضع المستقبلي رح يضل فيه هذا النوع من الـ 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 الكبر أكثر أو الابتعاد عن بعض. عم شوفه عم يعمل بلوك، وأنت كذلك عامل بلوك، ما عم تحكي مع هذا الإنسان. عم شوفكم شوي هيك في نوع من الكبر بالعلاقة. ممكن تتعامل أنت يا برج القوس مع برج السرطان أو تتعامل مع برج الأسد. عم شوف كذلك الأبراج الترابية والهوائية بامتياز، الهوائية عم تظهر بامتياز. عم شوف كذلك ممكن تتعامل أنت مع برج الثور. كمان هون عم شوفها كنصيحة على أنه بيقول لك أعمل يعني كتير مجهود عشان تنجح هذه العلاقة، لأنه بيقول لك أعظم الحب وأجمل الحب يتطلب خطوات مشان تنجحه، اوكي؟ عشان يقول لك انه يعني ما تفكر انه العلاقه حتى لو كان فيها حب رح تنجح، لازم تعملوا مجهود يعني انتوا الاثنين عشان تطوروا هذه العلاقه اذا كنتوا تريدون الرجعه واصلاح الامور. عم شوف كذلك على انه في عزيمه، هذا الانسان عنده رغبة ملحة انه يكون معك، انه يكون بجنبك، بس ممكن ما عم يعمل خطوة. لهيك بقول لك انه احلامك، او هيدي مسج اكثر للشريك، انه الاحلام تحتاج لشيء فعلي. يعني ما رح مثلا تضل انه تفكر بهذا الانسان وتقول ليش ما عم يحكي معي، لازم تعمل خطوة لارجع هذا الانسان. كمان هيدا الكارت ممكن انا ممكن احكي فيه على انه اذا عندك احلام يا برج القوس، فمجرد التفكير بالاحلام لن يصنع او رح يجعلها حقيقية، لازم انت تعمل شيء فعلي عشان تتحقق هذه الاحلام، اوكي؟ بالنسبة للعزاب عم شوف انه عم شوف هون اكثر ممكن عم شوفهم يتواصلون على الانترنت او عندهم عدة علاقات. عم شوفهم كأنه صار عندهم عدم رغبة بالعلاقات، كانوا عم يشوفوا انه العلاقة كل الكل عم يتسلى فنتسلى كمان احنا. عم شوفهم رغبتهم بالحرية صارت اكبر. عم شوفهم يلتجئون الى الحرية بصفة كبرى. عم شوفهم ممكن كان عندهم رغبة انه يكون في زواج، بس الامور دائما كانت عم تمشي بشكل عكسي، حتى صار عندهم حتى هن صاروا يعني شوي هيك لعوبين مثل العالم اللي صار هلا كله يتلاعب بالاخر. بالنسبة للطاقة العامة عم شوف على انه اوكي، عم شوفك اكثر تهتم ل عم تتذكر الذكريات اكثر. عم شوفك تهتم اكثر بالذكريات والطاقة تبع الماضي. عم شوفك تريد اشياء، ممكن عندك رغبة انه تجني مال، بس ممكن يائس جدا او ما عندك طاقة وعندك باور انه يعني تعمل مجهود بهذا الموضوع. عم شوف يعني يدوب عم تركز او يدوب عم توازن بين امورك الحياتية. عم شوف انه عندك طاقة كتير كبيرة او عندك اتجاه كبير تجاه علاقات الحب. عم شوفها كأنه بتضل تفكر بهذا الإنسان، بتضل تفكر هل بعت المسج، هل تكلم معي، هل يريد يعني، وتسأل هذه الأسئلة. ممكن للبعض ممكن بيتفرجوا دائما أو عم يشاهدوا دائما الفيديوهات تبع التاروت ودائما يتساءلوا هل هذا الإنسان يحكي معي أم لا، بس ما عم شوف في خطوة تجاه تحقيق أحلامك المادية ولا تحقيق أحلامك العاطفي، اوكي؟ عم شوفك حائر تجاه احلامك، خاصة اذا كان عندك يعني رغبة بتحقيق مشروع مادي، فانا عم شوفك عم تتخبط بالامر، عم شوف الامر غير ناجح،
بدك انه كانه تحصل معجزه لتغيير الامر. اوكي، بقول لك اذا عندك مثلا مشروع، اوكي، اذا عندك مشروع اصحاب برج القوس وهذا المشروع منه ناجح، فحاول انه تعمل له اشهارات على الانترنت، اوكي، على السوشيال ميديا، على الانستغرام، على الفيسبوك، اي شيء ممكن يعمل لك اشهار لهذا المشروع. كمان عم بقول لك انه حاول انه تنتبه من اشخاص ممكن على الانترنت، ممكن يكونوا اشخاص خادعين، اشخاص متلاعبين، ممكن هذه الناس تتلاعب، او ممكن هذه الناس تريد سرقة مالك او عمل شيء غير جيد بالنسبة لبرج القوس. اهتم اكثر بالاعمال والنجاح المادي يا برج القوس. حاول اذا انت ما عم تشوف انه الوضع العملي بالجيد فاستشير شخص جيد جدا، لانه عم شوف كانه اذا انت مثلا استشرت شخص خبير بموضوع العمل والعلاقات ممكن يوجهك بشكل جيد نحو النجاح. اوكي، بالنسبه للصحه نشوفكم شوي اهتموا بالاعيون، ممكن كثرة مشاهدة الفيديوهات والمشاهدتكم للتليفون ولا التلفزيون عم تأثر بعيونكم. انتبهوا شوي على الظهر، اهتموا أكثر واتجهوا أكثر للصلاة والتعبد، اهتموا أكثر بالجانب الروحاني، اهتموا أكثر للجانب، اهتموا بنفسكم اكثر. عم شوف انه الطاقة تقول او تقول دائما لإلك انه اهتم او اعمل خطوات او اعمل خطة ممنهجة لاتباع او حصول على ماذا تريد. بقول لك انه لازم تتبع خريطة او تتبع خطة محكمة عشان تحصل على ماذا تريد. هذا كل شيء كان بالنسبة لبرج القوس، بتمنى لك كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.